أهلا بكم. المتظاهرون يحولون جزءا من وجهتهم الاحتجاجية وينقلون خيام الاعتصام إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، الذي أسرع إلى رفض هذا السلوك ووصفه بغير الدستوري والقانوني، ليعلق عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية. من جهته، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ضرورة ألا تكون الخصومة مع القضاء الذي يحتكم إليه الجميع، وبين أن الأزمة السياسية تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي حسبه إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية في البلاد. وفي الأثناء، شددت البعثة الأممية على أهمية ألا يتحول الاحتجاج إلى تصعيد غير ديمقراطي يستهدف المطاف الأخير لكل الخصوم. بالمقابل، أصدر الإطار التنسيقي بيانا بعد التطورات الأخيرة، وأكد أنه لا حوار مع التيار الصدري إلا بعد تراجعه عن الحراك الأخير الذي انتجه. كل هذه التفاصيل سنتناولها مع ضيوفنا الكرام خلال هذه التغطية. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي محمد العقيلي، وينضم أيضا إلينا الباحث في الشأن السياسي السيد علي الفيلي، وأيضا الباحث في الشأن السياسي السيد محمد نعناع. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ من عندك سيد محمد العقيلي، إذا تطور قبل الخوض في غمار هذا الحوار، نتحول الآن مباشرة من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، والزميل سيف علي، أهلا بك زميلي سيف علي، كيف هو المشهد هنالك فيما تعلق بعدد الحضور المتظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى وأيضا الوضع الأمني؟ نعم، بداية تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. طبعا الآن نقف أمام بناية مجلس القضاء الأعلى، أعتقد الصورة واضحة الآن تماما. اليوم قام عدد طبعا من المتظاهرين والمعتصمين أمام البرلمان بنقل خيم الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى. طبعا قبل نقل هذه الخيم كانت هناك إجراءات أمنية مشددة طبعا من القوات الأمنية الموجودة في المنطقة الخضراء، وأيضا حتى اللجان المنظمة لهذه التظاهرات أمنت محيط مجلس القضاء الأعلى. يعني كما نشاهد باب مجلس القضاء مغلق، لا يسمح لأحد بالدخول، هناك يعني انتشار أمني حول مجلس القضاء، وأيضا هناك بعض خيام الاعتصام تم نصبها أمام مجلس القضاء الأعلى. طبعا حتى هذه اللحظة المتظاهرون يرفعون شعار حل البرلمان والدعوة للانتخابات مبكرة. هذا المطلب لم يتغير تماما حتى مع اعتصامهم هنا أمام مجلس القضاء الأعلى. أيضا مجلس القضاء الأعلى بعد هذه التظاهرات أصدر بيانه، يعني كما كان بيان شديد اللهجة، يعني أوقف فيه عمل المحاكم يعني بشكل كامل داخل البلد. بشكل عام يعني اعتقد الصورة واضحة خلفي تنقل صور الاعتصام امام مجلس القضاء الاعلى، حيث يتواجد الان المتظاهرون هنا، وايضا حتى بعض مواكب الدعم اللوجستي متواجدين هنا، والكل تقريبا ملتزم بيئة سلمية. هذه الصورة طبعا هي صورة من امام بناية مجلس القضاء الاعلى. إذن شكرا زميلي سيف علي، كنت معنا مباشرة من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى. إذن مشاهدينا، هذه هي الصور التي وردتنا اللحظة من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، ولمناقشة هذه المستجدات ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي سيد محمد العقيلي. إذن ربما تطور جديد، جزء من اعتصام الخضراء تحول الآن إلى مبنى القضاء الأعلى، كيف ترون هذه الخطوة وهذا التصعيد، لا سيما بعد أن علق القضاء العمل في كل العراق؟ سيد محمد العقيلي، أتحول الآن إلى السيد محمد نعناع. إذا سيد محمد النعناع، هذا التطور الجديد في الأحداث، جزء من اعتصام الخضراء أقول تحول إلى مبنى القضاء الأعلى، كيف ترون هذه الخطوة وهذا التصعيد؟ مساء الخير، شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك ولجميع الضيوف تفضل. والمشاهدين الأعزاء. نعم أسمع حضرتك، تسمعيني؟ نعم أسمعك، تفضل. نعم شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللضيوف وللمشاهدين الأعزاء.
بالتأكيد يعني هذا التصعيد هو تصعيد مقلق جدا، ولكنه حتمي في نفس الوقت. و يعني أود أن ننوه، يجب أن نفصل فيما بين مسائل متعددة في ما يجري في العراق الآن، ما بين المسار القانوني الذي شكل ضغطا واضحا على الحالة الراهنة، مثلا أن بالفعل موقف مجلس القضاء الأعلى من قضية حل البرلمان والانتخابات المبكرة موقف صحيح ينسجم مع الدستور، لأنه ليس بيده شيء، والمادة 64 من الدستور هي التي تحكم حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة. كما أنه المحكمة الاتحادية نعم بين يديها دعاوى لحل البرلمان لاختراق التوقيتات الدستورية، هي لم تعطي رأيها وأجلتها إلى نهاية الشهر الحالي. هذا مسار قانوني يسلك فيه القضاء والمحكمة الاتحادية سلوكا قضائيا صحيحا وقانونيا ينسجم مع الدستور، ولكن هنالك يعني يجب الفصل بين هذا المسار وبين مسار تحركات رئيس القضاء الأعلى اللي بدت تصب في صالح جهة سياسية معينة، لقاءاته، كثرة خطاباته، تصريحاته بخصوص حل البرلمان، زياراته لدولة معينة، هذه شكلت حالة من الانسجام أو الاصطفاف مع جهة دون جهة أخرى، مما فهم منها على أنه يمارس أيضا تصعيدا ضد حالة الاعتصام الراهنة التي يقودها التيار الصدري، وهذا طبعا يعكر الحالة ويزيد من الأزمة ويشكل نقطة يعني نقطة سلبية على القضاء، مما يجعل حتمية محاصرته كغيره من المؤسسات التي يحاصرها التيار الصدري ومن معه داخل المنطقة الدولية. نحن لا نبرر هذا الفعل وإنما نفكك الحالة، فنعتقد بأن ما يجري هو أمر حتمي، لأن القضاء جزءا من مؤسسات الدولة ساهم بشكل واضح جدا في عدم مكافحة الفساد، عدم حسم القضايا الشائكة كقضية ملف الموصل، إسقاط داعش للمحافظات، كقضايا قتل أعضاء تشرين أو متظاهري تشرين، كذلك تهديد بعض الناشطين والمدونين واغتيال بعضهم، هذه كلها ملفات متراكمة لم يستطع القضاء أو لا يريد القضاء أن يحل هذه القضايا. كل هذه الأمور شكلت ضغطاً على الحالة الراهنة وجعلت من هذا التحرك للصدريين يبدو طبيعياً أنه لا. حتمياً وليس مبرراً. هناك فرق بين تبرير الفعل وبين وقوعه حتمياً، وهو ما نشاهده الآن. أتحول الآن إلى ضيفي الكريم محمد العقيلي فيما تعلق بهذه التطورات الجديدة. مثل ما أشرنا، تحول الاعتصام إلى مجلس القضاء، لا سيما بعد أن علق ربما القضاء عمله في كل العراق. البعض يتحدث ربما عن محاولة لشيطنة الاحتجاجات بتسريبات ربما غير صحيحة. خطورة هذا الوضع سيد العقيلي، وكأن المظاهرات هي التي أزمت الوضع وأزمت عمل الدولة. الدولة بالأساس هي معطلة. تعليقك على هذا الطرح. استضافة، يعني أعتقد الوضع إلى ما وصلت إليه يعني تصاعد الخطابات وتصاعد الحرب الإعلامية عبر المنصات التويتر والفيسبوك وغيرها، هي الآن على واقع الحال تذهب باتجاه الشد وتذهب باتجاه زج مؤسسات يعني هي بعيدة عن الوضع السياسي وما يجري في السياسة، لكن على ما يبدو أن الكتل السياسية تريد زج مؤسسة القضاء في هذا المعترك الخاسر. لربما يعني الإحراج الذي هو عليه التيار الصدري من خلال الاحتجاجات والاعتصامات في البرلمان، وهناك السقوف العالية التي يعني فرضها على الحوار أو على شروط للحوار، ولم تكن هناك استجابة، لأن لا الدستور يذهب باتجاه هذه السقوف العالية ولا الحلول المنطقية الديمقراطية تذهب بهذه الحلول. أعتقد هي محاولة لفك يعني الإحراج
عن التيار الصدري، عن الوضع الذي هو فيه، لكن هو أحرج نفسه كثيرا عندما استهدف المؤسسة القضائية، وكانت هناك ليست يعني تظاهرات عفوية أو تظاهرات مطلبية، بل هن أن هناك جهة سياسية وهي سرايا السلام حسب ما يعني شاهدنا في الصور، هي من ذهبت واقتحمت مبنى مجلس القضاء الأعلى. البغية من هذا يعني الاقتحام هو إجبار القضاء على اتخاذ قرارات ليست بدستورية، وسبق للقضاء أن نوه وشرح الآليات وصلاحيات القضاء في حال يعني أوكلت المهمة إلى القضاء. فبالتالي يفترض إبعاد القضاء عن هكذا صراعات سياسية، وبالنتيجة هي صراعات سياسية، شئنا أم أبينا، كنا بالضد أو كنا مع أو كنا محايدين. ما يجري في العراق هو صراع سياسي، صراع على السلطة، صراع على النفوذ، صراع على المال، صراع على الجهات المسلحة، هذا صراع أصبح واضح للعيان. وهناك كتل سياسية لا تريد يعني زج بنفسها، مثلا في كتل سياسية كبيرة لا تريد حل البرلمان، أي ليست مع يعني مبدأ حل البرلمان وفق ما تبناه التيار الصدري، لكن لا تظهر في العلن هكذا يعني رغبة لديها بعدم حل البرلمان، وهنا أقصد السيادة والديمقراطي. إذن الآن باعتقادي التيار الصدري في حرج، الأمم المتحدة أصدرت بيانا، والكتل السياسية أغلبها وليس كلها أصدرت بيانات لا تتفق مع التيار الصدري بهذه الخطوة. باعتقادي وحسب رؤيتي التيار الصدري سوف ينسحب من باحة مجلس القضاء الأعلى وحتى من أسوار مجلس القضاء الأعلى، ولربما هناك يعني بيان أو خطاب لمجلس القضاء الأعلى يوضح فيه الحالة الدستورية وماهية القضاء الأعلى وكيفية يعني أن يكون القضاء غير مسيس. بهذه إذا كانت هناك اتهامات، مجرد اتهامات على أن القضاء تحت الضغوط السياسية، الآن الكتل السياسية هي تدخلت في عمل القضاء وتريد إجبار القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ قرارات حسب ما يعني فرضتها من شروط. باعتقادي الحوار هو سيد الموقف، والحوار يفترض أن يكون، لكن للأسف الأخوة في التيار الصدري رفضوا الحوار، وحتى مع الحوار العلني الذي طالبوا فيه كانت هناك رغبة من يعني الأطار التنسيقي بالحوار العلني، لكن كنا نعتقد أن هذا الحوار العلني سوف لن يجري، لأن بمجرد هو إحراج إلى الإطار، لكن عندما رد الإطار بالقبول هو إحراج إلى التيار الصدري. القضية الصراعات، استخدام الشارع يعني تأليب الشارع وفق هذه المعادلة السياسية أعتقد من سابع الأخطاء، وأخطاء جسيمة ترتكبها القوى السياسية. الشارع يفترض أن يعني يكون بعيد عن الصراع السياسي، المؤسسات يعني الدستورية يفترض أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، بالتالي المنظمات الدولية تنظر إلى أي بلد من البلدان أو تنظر إلى جميع البلدان من خلال مؤسسات الدستورية، وحيث الأولوية وتراتبية الأهمية لدى المنظمات الدولية هو القضاء والبرلمان ومن ثم الحكومة. فبالتالي الآن مؤسستان معطلتا بفعل إرادة سياسية، وهي بنظر المنظومة الدولية والمنظومة الأممية هما يفترض أن يكونا بعيدا عن التزاحم السياسي، عن التداخل السياسي، عن فرض الإرادات على هذه المؤسسات، خصوصا القضاء. القضاء مؤسسة من مؤسسات الدولة لم يعني تصاب بما أصيبت به باقي المؤسسات. يعني لو نأخذ المؤسسة التشريعية البرلمانية، هل المحاصصة والفساد في المؤسسة الحكومية أي التنفيذية والمؤسسة البرلمانية مثلها في المؤسسة القضائية؟ قطعا لا، وقد تكون هناك حالات لكن حالات فردية، لكن بالنتيجة القضاء يفترض أن الصورة يعني يكون بعيد، لأنه إذا تخاصمت الكتل السياسية، إذا تخاصمت المؤسسات أين تحتكم؟ طيب سيد العكيلي نتابع وإياكم وضيوفي الكرام. والآن القضاء محق بهذا القرار أنه علق يعني العمل في المؤسسات القضائية من المحاكم وكذلك يعني المرافعات، هذا لأنه البلد ما عاد يعني يسري وتجري فيه الأمور،
وفق السياق الدستوري، وفق الضوابط، وفق التعليمات، وفق القوانين الموجودة. طيب سيد الأكيلي، نتابع وإياكم ما يحدث الآن في الميدان، ونتحول ربما وضيوفي الكرام لمشاهدة هذه الصور التي وردت قاعة التحرير، وهي الصور تأتينا مباشرة من أمام مجلس القضاء الأعلى لتوافد ربما المئات من أنصار التيار الصدري إلى أمام مجلس القضاء الأعلى ربما للمطالبة بحل البرلمان والتوجه الذي يقوده الآن السيد مقتدى الصدر بتغيير جذري وعملية إصلاحية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي الصور تأتينا مباشرة من أمام مجلس القضاء الأعلى. وبالحديث ربما عن شروط الحوار أتحول إلى ضيفي علي الفيلي. كيف يمكن أن تلعب القيادات الكردية الآن دورا لتهدئة التوترات الأخيرة بعد اعتصام القضاء اليوم؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذة أسماء وعلى ضيفيك الكريمين ومشاهدين قناة الفلوجة أينما كانوا. بالحقيقة الجانب الكردي وخصوصا فخامة الرئيس مسعود البرزاني لم يدخر وسعا منذ اندلاع الأزمة، يعني حتى بعد أزمة نتائج الانتخابات إلى يومنا هذا، دائما هم على اتصال دائم مع أطراف الصراع إن صح التعبير وأطراف العملية السياسية لمحاولة تقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا والخروج من هذا النفق المظلم وهذه المأزق السياسي الذي يمر به البلد. ولكن مع الأسف الشديد هناك إرادتين مختلفتين، صراع محتدم يعني بعيد عن الدستور وبعيد عن المؤسسات الدستورية والقانونية، صراع سياسي بين جهتين داخل البيت السياسي الشيعي وهم التيار الصدري والإطار التنسيقي، وبالحقيقة الجهتين متمترسين ومتمسكين بمواقفهم دون تقديم أي تنازلات تليق بخطورة الموقف، تليق بهذه المرحلة. يعني نذهب إلى مرحلة كسر العظم يعني، وليس مرحلة تقديم تنازلات والتقدم خطوات إلى الأمام. فلهذا الجانب الكردي يعني أطلق مبادرات عديدة، مبادرة الرئيس مسعود البرزاني، مبادرة الأستاذ نيتشروان البرزاني، وأيضا حاليا مبادرة موجودة من السيد هادي العامري لقد ترحيبا من الجانب الكردي، ولكن المواقف ما زالت بعيدة. لكن سيد الفيلي ربما نتساءل الآن، لماذا لم تأخذ هذه المبادرات طريقا إلى التنفيذ؟ سيدتي العزيزة، المبادرات تطلق ويجب أن تأخذ أي مبادرة كي تلاقي القبول، والخطوات النجاح هو أن تلامس يعني مطالب الطرفين. فهذه المبادرات كانت يعني تطرح على الأطراف، ولكن نرى بأنه مدى الاستجابة من جانب يكون أقل ومن جانب يكون أكثر، لا نصل إلى مستوى الاستجابة التي تتطلب لطرح المبادرة بشكل عني. وأي مبادرة إن لم تلاقي قبول الأطراف فيعني لماذا تطرح هذه المبادرة؟ تعتبر إعلامية فقط. فلهذا يعني مع الأسف الشديد المواقف ما زالت بعيدة، يعني محاولة زج المؤسسات الدستورية والقانونية بهذه الأزمة هي معروفة يعني من الجانبين وليس جانب واحد، يعني سبق في ذلك الإطار التنسيقي كي نسمي الأشياء بمسمياتها ونضع النقاط على الحروف، يعني أيضا بمسألة يعني هناك طرف حاليا يشعر بأنه الفائز الأول في الانتخابات وبين عشية وضحاها أصبح خارج المعادلة السياسية والعملية السياسية، والطرف الآخر يشعر بأنه هو المستهدف من كل هذه التحركات. فلهذا يعني يجب الحل هو سياسي بعيد عن المؤسسات القانونية والدستورية، الحل سياسي، يجب على طاولة الحوار أن نبدأ بالخطوات الأولى لإيجاد الحلول ومن ثم نلجأ إلى المؤسسات الدستورية. المؤسسات الدستورية حاليا في ظل هذا الصراع المحتدم والقوة اللي موجودة على الشارع، يعني الطرفين لديهم شارع والطرفين لديهم سلاح ولديهم مال ولديهم يعني ما بالحقيقة ينذر بخطورة الموقف، فالسلطة القضائية والسلطات الدستورية الأخرى
يعني ماذا تفعل أمام كل هذا النفوذ وكل هذه القوة في الشارع؟ فلهذا الصراع السياسي يجب حله على طاولة الحوار وإعادة بناء جسور الثقة التي هي المشكلة الأساسية اليوم، هو انعدام الثقة بين جميع الأطراف وخاصة الطرفين داخل البيت السياسي الشيعي، التيار الصدري والإطار التنسيقي. طيب. يعني كنا نأمل من تحركات السيد هادي العامري ومبادرته يعني أن ترى النور في هذه الأيام القليلة، ولكن مع الأسف الشديد لم نرى أي خطوة أخرى من بعد زيارتي إلى أقليم كردستان ولقائي فخامة الرئيس مسعود البرزاني والأطراف السياسية الأخرى في أقليم كردستان التي جميعها سواء في الحكومة أو في المعارضة أبدت تأييدها لخطوات السيد هادي العامري، ولكن الخطوة الأخرى كان يجب أن تكون اتجاه الحنانة واتجاه السيد سماحة السيد مقتدى الصدر، ولم نرى هذه الخطوة. طيب. إلى حد هذه اللحظة، وأنا حسب معلوماتي يعني بأنه حتى داخل الإطار لم يكن لديه تأييدا كافيا لمبادرته، فهذه المشكلة الأساسية. يعني طيب. السيد هادي العامري هو صح من الجناح المعتدل، ولكن هو طرف أساسي في الإطار، عندما مبادرته لا تلقى القبول من داخل الإطار أيضا هذه مشكلة كبرى. طيب، وللحديث ربما وأتطرق ربما لردود الفعل وبعض التغريدات الأخيرة والبيانات، تغريدة وزير الصدر من يومين قرر السيد الصدر عدم التدخل وقد يأمر بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها، ماذا يعني ذلك سيد النعناع؟ طبعا بالتأكيد هذا يعني مسار تصعيدي من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومتوقع أن يكون مثل هذا الأمر لعدم الاستجابة لمجموعة من الطروحات التي طرحها خلال الفترة الفائتة. ولكن خلي أبقى في مسألة مهمة جدا، وهو حدث اليوم الاعتصام وتوسيعه إلى أن يشمل محاصرة أو الاعتصام على أبواب مجلس القضاء الأعلى. هنالك تساؤل مهم جدا، التوقيتات الدستورية اخترقت، الحكومة الآن لم تتشكل بعد مرور ما يقرب 8 أشهر على المصادقة على نتائج الانتخابات وأكثر منها على إجراء الانتخابات. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه التوقيتات الدستورية، السقوف الزمنية الدستورية غير مستوعبة لما آل إليه الوضع الآن. يعني لا توجد لدينا نصوص وبنود وفقرات في الدستور ولا في قوانين نافذة ولا في بيان رأي ولا في فتية من قبل المحكمة الاتحادية السابقة للحالة الراهنة، بمعنى أنه لدينا تخلف دستوري وتشريعي، وهذا الأمر مسؤول عنه المحكمة الاتحادية. يعني الطرف الآن الذي ممكن أن يبت بالأمور هو المحكمة الاتحادية، وهذا هو السياق الدستوري والقانوني. فلماذا، هنا تساؤل، لماذا يتصدى القضاء إلى شأن من الممكن أن تختص به المحكمة الاتحادية وفقا لقانونها ووفقا للمادة 93 و94 من الدستور التي تبين اختصاص المحكمة الاتحادية، عملها واختصاصها وقطعية وبت هذه المحكمة بالقوانين ومطابقتها فيما بينها والتوقيتات الدستورية وعمل المؤسسات الدستورية والاختلافات التي تحصل بين ذوي الشأن في العملية السياسية وبين المحافظات والأقاليم وبين الحكومة الاتحادية والأقاليم و سلطات المحافظات أو المجالس المحلية. لماذا تصدى القضاء حتى ولو كان ردا على تغريدة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن القضاء يجب أن يتدخل لأن التوقيتات الدستورية اخترقت والبنود الدستورية انتهكت؟ كان هذا موقف من مقتدى طيب الصدر. طيب سيدنا أنا كيف تقرأ ربما مذكرة التوقيف في هذا الموضوع؟ لماذا كيف تقرأ ربما مذكرة التوقيف في حق قيادات من التيار الصدري؟ يعني خطوة مستعجلة، لا يجب أن يكون عملية مذكرات إلقاء القبض أو الاستدعاء أو الاستقدام أو غيرها في نفس اليوم، يجب أن تكون هناك لجنة من القضاة تجلس وتطلع على الفيديو وتطلع على إذا كان هنالك تهديدات. أنا لا يعني أنزه
من صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض أو استقدام. الحقيقة لحد الآن لم أطلع على يعني الجانب التحريري في الموضوع، ماذا تعني هذه المذكرات، ولم أطلع بشكل كامل على تصريحات مثلا من صدرت بحقهم هذه المذكرات، ولكن أنه تصدر تصريحات وفي نفس اليوم تذكر تصدر مذكرات إلقاء قبض أو استدعاء أو استقدام أو أي إجراء قانوني بغض النظر عن صحته أو عدم صحته في نفس اليوم، هذا يعني أن هنالك استهدافا معينا وأن هنالك مشاركة في التصعيد. سيد المعنى تحضر معي ربما رد فعل للعميري أحد من وجهت بحقه ربما مذكرة توقيف، ويقول استغرب صدور مذكرة قبض بحقي بناء على تغريدة مزورة. إذن هو يتحدث ربما عن تغريدة مزورة نسبت إليه، وعلى أثر ذلك تم إصدار نعم هذا لاحظناه. نعم إذا كان هذه التغريدة من النائب المستقيل غايب العميري فعلا مزورة، فهذا حقيقة أمر يعني مقلق جدا وأمر يحسب على القضاء، لأنه كما ذكرت قبل قليل لحضرتك يجب التأكد من التصريحات ويجب عدم الاستعجال بإصدار مذكرات إلقاء القبض، ما يصير في نفس اليوم، ويجب أن يكون هنالك قاضي ولجنة تدقق التصريحات وتتأكد من خلفيتها هل فعلا، لأنه هنالك متربصين وهنالك أطراف صراع أخرى وهنالك إرادات أخرى تريد أن تشعل البلد وأن تزيد من الفوضى، يجب أن ننتبه لها ويجب أن يكون هنالك تفكيك وتحليل للحالة العراقية، وليس الذهاب مع طرف دون طرف آخر أو دعم طرف على حساب طرف آخر. فكما قلنا عدم وجود سقوف زمنية في الدستور لتحديد كيف تتشكل الحكومة العراقية وخطوات تشكيلها، يجب إذن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لأنها الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات تطابق بين الفعل السياسي وبين البنود الدستورية. لماذا إذن تصدى مجلس القضاء؟ أعيدها مرة أخرى، لأنه وهذا ما طبعا ما يراه مقتدى الصدر ويفهمه على هذا النحو، أن هنالك انسجاما وتماهيا ودعما من رئيس مجلس القضاء وليس مجلس القضاء الأعلى، وإنما رئيس مجلس القضاء مع جهة معينة وبالتحديد مع الإطار التنسيقي صدرت الكثير من القرارات. ولماذا أيضا يعني رئيس مجلس القضاء يرد بمقالات بتصريحات بلقاءات مع يعني سياسيين ومع إعلاميين ومحللين، لماذا لم يلتزم بفقط السياق القانوني ويصدر بيان من القضاء الأعلى وليس تصريحات منه؟ هذه كلها الأمور أججت الشارع وفهمها الصدريون وفهمها مقتدى الصدر على أنها موجهة ضده واصطفاف مع طرف دون طرف آخر. كان الأولى بالسيد فائق زيدان أن يكون أكثر كياسة ويكون أقل تحركا وأقل خطابا في هذه المرحلة الراهنة، وحتى يعني يحجم عن الاجتماع مع جهات سياسية، وحتى في الحوار الوطني الأخير الذي لم يكن مثمرا كان من المفروض أن لا يحضره، لأنه حوارا لجهات سياسية رغم وجود الحكومة ووجود رئيس الجمهورية، ولكنه بالنتيجة هو صراع سياسي يجب أن يقعد بالقانون وبالدستور، لا أن يكون القانون والدستور تلوى عنق الفقرات والمؤسسات وتكون مع مخرجات تصرفاتها وقراراتها مع جهة دون جهة أخرى. طيب سيد نعناع، على ذكر تأجيج الاحتجاجات، اليوم اجتمع قيادات الإطار التنسيقي، عقدت اجتماعنا اليوم وخرجت بمخرجات أنه لا حوار ربما مع التيار الصدري إلا بعد تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة حسبهم، وأيضا دعت أنصارهم إلى الاستعداد العالي لأي طارئ. سيد العقيلي، أليس هذا ربما دعوة للمواجهة المباشرة بين أنصار التيار والإطار؟ هذا لن يذهب بالعراق ربما إلى مستقبل مظلم وإلى مستنقع الدم لا سمح الله؟ سيد العقيلي، هل أنت في الاستماع؟ أتحول الآن إلى تفضل. طبعا لو سمحت لي تفضل أنت على الهواء. أوكي. طبعا بالتأكيد الآن الاجتماعات هي يعني على قدم وساق، وحسب ما تصل إلينا المعلومات بأن الاجتماعات
هي مستمرة ما بين أطراف الإطار التنسيقي وما بين والاتصالات مع الديمقراطي والسيادة، وكذلك السيد فائق زيدان هو يعني يتحاور مع هذه الأطراف، وحتى كانت هناك اتصالات مع سيد مقتدى الصدر في هذا المجال، لكن يبدو أن التشدد بالمواقف هي الآن هي سيدة الموقف. فبالتالي هو صراع سياسي يفترض أن يعني نتجنب أن ندخل في اتهامات إلى القضاء العراقي بمعلومات غير دقيقة وغير صحيحة. القضاء العراقي منذ نشأته وتأسيسه يعرف ما هي متبنيات أي دعوة معينة، ويعرف ما هو الاستدعاء وما هو الاستقدام وما هي عملية القبض. هذه كلها تندرج في مرحلة الاتهام، ومن ثم تكون هناك التحقيقات إذا كانت تغريدة مزورة أو غير مزورة، أو كانت هناك يعني وشاية معينة، هذه كلها تتضح في سير التحقيق. ما معقولة نأتي ونقصر القضاء العراقي في هذه المرحلة، وليس من المعقول أن نقول الآن قرارات القضاء العراقي ليست صحيحة أو ليست مجدية أو ليست موفقة، لأن القضاء العراقي إذا أصبح عليه هذا التطاول أنا أعتقد سوف تكون هذه المؤسسة هي مؤسسة حال باقي المؤسسات التي صابها داء السياسة والفساد والمحاصصة. فلنبقي على المؤسسة القضائية بشقيها، المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وباقي المحاكم وحتى جهاز الإدعاء العام، بعيدا عن هذه المناكفات. طيب سيد العقيلي، لم تجبني على سؤالي والمتعلق ربما بدعوة مناصري تيار الإطار التنسيقي عفوا إلى الاستعداد للمواجهة. سبق وأن تم يعني الاستعداد من قبل الطرفين، من قبل الإطار والتيار بالتحشيد للتظاهر، ومن ثم كان هناك التحشيد إلى الاعتصامات داخل الخضراء المتمثلة ببناية البرلمان العراقي من طرف التيار، والطرف الثاني هو على الجسر المعلق بالاعتصامات. أنا أعتقد المواجهة ما بين الأطراف من الممكن أن تكون ما دامت هناك التشدد وعدم التنازل إلى العراق. نتحدث الآن هو التنازل إلى العراق، التنازل للشعب العراقي. ما ممكن أن تبقى المواقف متشددة بإطارها الحزبي الضيق والفئوي. العراق يستحق التنازل، العراق يستحق التحاور، الشعب العراقي يستحق كل الاحترام وكل التقدير، ألا يجر إلى حرب أهلية، حرب في مساحة واحدة المساحة الشيعية. هناك سلاح منفلت، هناك سلاح غير منضبط، هناك سلاح خارج السيطرة، هناك كافة الجهات السياسية لديها أذرع مسلحة ولديها ما يكفي من السلاح لإدامة معركة طويلة، معركة استنزاف ما بين الطرفين، وهذا ما لا نريده، وندفع باتجاه عدم الحصول. يعني نحن يعني قادة رأي عام كطاقات مستقلة لا نذهب بهذا ولا ندفع بهذا ولا نقصر. هو السؤال، هي المعركة سياسية أم المعركة بين المؤسسات الدستورية؟ المعركة السياسية بامتياز. عندما فشل بأي طرف من الأطراف أن يلو الطرف الآخر أو لي ذراع الطرف الآخر، يذهبون إلى المؤسسات حتى يستقون بها على أطراف أخرى. وهذا يعني صراع غريب عجيب. يعني يفترض للصراع السياسي أن يكون من ضمن الأطر السياسية التي الأطر السياسية التي يحكمها الحوار، ومن ثم إذا ذهب الحوار السياسي إلى المؤسسات يحكمها الدستور وتحكمها القوانين والسلم من الأولويات في الديمقراطية. إذا ابتعدنا عن هذا الجو، أي ابتعدت الكتل السياسية، قطعا الجمهور سوف يعني يشحن، الجمهور سوف يحشد به، ومن ثم تدفع لربما الأمور إلى حافات
يعني لا يحمد يعني عقباها. وفي ظل ربما هذه المعركة السياسية والصراع، نذكر أن البعثة الأممية أكدت على أهمية ألا يتحول الاحتجاج إلى تصعيد غير ديمقراطي. أتحول بسؤالي إلى السيد علي الفيلي، ربما ما هي الشروط لإقامة حوار سياسي جامع لكل القوى السياسية في ظل الظروف الحالية؟ سيدتي العزيزة، أي حوار في ظل هذه الظروف يجب أن تكون بدون أي شروط مسبقة من جميع الجهات. الشرط الوحيد هو أن تكون هناك نوايا صادقة وإرادة حقيقية لوصول إلى حلول من خلال الحوار، هذا الشرط الوحيد. وأما الشروط الأخرى مرفوضة من جميع الجهات، لأنه إذا وضعنا الشروط يعني هذه عراقيل أمام بدء الحوار. بدء الحوار هو الأساس، والتئام الجميع حول طاولة الحوار هي الخطوة الأولى والخطوة الصحيحة، وهي الخطوة الأصعب دائما. يعني إذا بدأ الحوار الأمور تسهل كثيرا. هناك حواجز، يعني الحاجز النفسي له دور كبير. يعني ممكن حاليا هذا التباعد بين أطراف العملية السياسية وأطراف الصراع يعني يسهم ويساهم بشكل كبير بهذه الفجوة الحالية. بمجرد التئام الجميع حول طاولة الحوار يعني نجتاز هذا الحاجز، ومن ثم يعني ضرورة أن يبدأ الحوار بأسرع وقت ممكن. وأنا أطلقت يعني بالحقيقة هذه المبادرة قبل 4-5 أشهر من خلال مؤتمر محاربة التطرف والإرهاب في العتبة الحسينية المقدسة، وبالنص قلت لأطراف يعني كانوا حاضرين لهذا المؤتمر: نحن بحاجة إلى طائف عراقي أسوة بأزمة الأخوة في لبنان بثمانينات القرن الماضي. وذهبوا إلى مؤتمر الطائف، وأصبح الطائف حاليا مرجعية، حتى يعني في بعض الأحيان يرجعون إلى بنود اتفاق الطائف بدلا من الدستور. فلهذا نحن فلتكن يعني الطائف هو لبناني، نحن بحاجة إلى اجتماع عراقي على غرار الطائف، فلتكن مدينة كربلاء المقدسة، مدينة نجف المقدسة، أربيل، أي مدينة عراقية تحتضن هذا الاجتماع وهذا المؤتمر. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد وعقد سياسي جديد بين أطراف العملية السياسية بعد أن انهار العقد القديم نتيجة الخلافات ونتيجة فقدان الثقة بين أطراف العملية السياسية. فلهذا يعني من وجهة نظري المتواضعة الأستاذ نيتشروان البرزاني أطلق المبادرة وقال يجب أن يكون حوارا مفتوحا دون شروط مسبقة. وأنا أخالف الأخ أستاذ محمد أخي العزيز، لا، أنا بوجهة نظري الصراع مهما احتدم لا يصل إلى إراقة الدم العراقي، لأن الدم العراقي هو محرم، ومن يبادر بإراقة الدم العراقي سوف يخسر كل شيء بالحقيقة. أي طرف كان هذا سوف يخسر تعاطف حتى المقربين من هذه الجهة، سوف يخسر الدعم الموجود له من قبل الأطراف الأخرى، المجتمع الدولي. يعني العملية ليس بسهولة. أي محمد تقصد؟ محمد العقيلي، يعني الأخ أستاذ محمد العقيلي. أنا ما قلت، أنا ما دعيت إلى إراقة الدماء، على العكس تماما. لا مو دعيت، لا قلت الوضع يتجه إلى الوضع يتجه، وأنا لا أتصور الوضع يتجه. نعم قادة البيت السياسي الشيعي الكريم محشد، والأطراف على مستوى من الحكمة ومن الدراية ومن المسؤولية، وهذا أنا قلت ولا يبدو مركز معي. هذا قلت العراق يستحق التنازل، العراق يستحق التنازل، الشعب العراقي يستحق التنازل من 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 هذه السقوف المطالب العالية للسياسيين. شلون ما يجب تسمعتني؟ طيب لا قبل هذا اللقاء موجود استاذ محمد، بعدين تعيد اللقاء موجود والمشاهدين موجودين. اي موجود، ما قايل هسه انا وياك على الهواء. مو تدعو اللقاء وياك صار بضع دقائق. انت مو تدعو، انا ادري وياك اللقاء موجود، ما قلت مو تدعو وانا ما قلت شيء. قلت اكو تحشيد، تقول ممكن ينحدر، انا اقول لك لا ان شاء الله ما يذهب. طيب ضيفي الكريمين، انتقل الان ربما للسيد. اجنحه مسلحه لربما تقع، هذا ما لا نريده، هذا اللي قلنا. طيب التعليق فقط، السيد العقيلي لم يدعو ربما لإراقة الدماء. يا أخي أقول يا الله صلى على محمد، أنا لا أتصور، لأنه داخل البيت السياسي الشيعي
يوجد هناك ما يكفي من العقلاء أن لا نصل إلى هذه المرحلة. طيب سيدة علي الفيلي، من العقلاء من يدعون ربما للتهدئة؟ شيخ الخنجر قال نحن اليوم جميعا أمام تحديات حقيقية تهدد وجودنا وأمتنا ومستقبلنا، وأضاف أيضا الشيخ الخنجر أدعو جميع القوى السياسية إلى ضبط النفس والاحتكام وإلى حوار عاجل ربما وشامل. أنتقل الآن ربما إلى السيد نعناع فيما تعلق ربما بحسابات التيار الصدري الآن بعد التصعيد أمام مجلس القضاء الأعلى، خصوصا بعد مذكرات التوقيف، ما هي ربما خطوات التيار الصدري مستقبلا في المستقبل القريب؟ نعم نعم، فقط بعد إذنك، يعني لا سيد العقيلي مخطئ ولا سيد الفيلي مخطئ، هم متفقان على أن العراق يجب قادر على نعم. تجاوز الأزمة ولا نعم. ولا يدعو كلاهما إلى قضية إراقة الدم وغيره، لا كلاهما نعم كلاهما في سياق صحيح، نعم في سياق صحيح كلاهما، وكلاهما يدعوان إلى التهدئة وإلى عدم جر الشارع إلى مستنقع من الدماء، فماكو داعي أنتم إخوان وماكو داعي، يعني كنا إخوان هنا وماكو داعي يعني نصعد بيناتنا، يعني هذا سوء تفاهم فات وانتهى، يعني كلاكما تدعوان إلى التهدئة وإلى عدم جر العراق إلى ما لا يحمد عقباه، وانتهينا طيب. من هذه القضية وكلنا ندعو إلى هذا الأمر. أما يعني ماذا سوف يتصرف التيار الصدري؟ أعتقد التيار الصدري إن لم يستجذب إلى حوار حقيقي يؤمن له طروحات التي يطرحها وأفكار التي يريد أن يرتبها في العملية السياسية، أعتقد سوف يستمر بالتصعيد، ولكن تصعيد دون الذهاب إلى الاقتتال لا سمح الله، أو إلى وضع فوضى كبير جدا. هو يحسب خطواته الآن ويستمر بالتصعيد خطوة خطوة، وأن صار يعني مقتنعين، أن صار مقتدى الصدر مقتنعين بخطواته ويتابعونها، وبعض الأطراف السياسية والشعبية أيضا في بعض الأحيان تدعم بعض هذه التطورات وهذه التحركات، ولكن هذا ليس هو السياق الصحيح. السياق الصحيح أن يبدأ الحوار المضمون الحقيقي الشفاف، أما بتسويات دستورية غير تقليدية، يعني أن يكون هناك رأي واضح وصريح من المحكمة الاتحادية وكلنا نكون معه. طيب من عليه أن يمسك دفة القيادة سيد النعناع؟ مدعومة ومضمونة من كل الأطراف السياسية. من عليه أن يمسك دفة القيادة سيد النعناع فيما تعلق بهذا الحوار؟ كل طرف يرفض الحوار مع الطرف الثاني، وكل طرف متمسك بموقفه. نعم، هذه هي نقطة الاختلاف، وبعض الأحيان حتى توجب ممانعة. هل رعاية ربما سؤال يكون، هل رعاية ربما أممية سيحل الأزمة؟ راح أجل حضرتك. نعم، هنالك دعوة من الإطار التنسيقي للتيار الصدري أن يخرج من البرلمان حتى نستمر بمسار تشكيل الحكومة، والتيار الصدري يرد على الإطار بأنه اضمنوا لنا انتخابات مبكرة حلا للبرلمان وانتخابات مبكرة ونخرج من البرلمان، وهذا ما يسمى بالمنطق وفي الفلسفة يعني دور وتسلسل، يعني كل خطوة هي متوقفة على خطوة أخرى، وهذا ممتنع عقلا. لذلك لابد أن تجتمع السلطات الدستورية بدون قادة الكتل السياسية، لأن قادة طيب. الكتل السياسية يعني متصارعين فيما بينهم وينتجوا حلا يكون متوازنا بين الأطراف أتحول السياسية بسؤالي لضيق الوقت سيد النعناع. هذا أعتقد حل مناسب لهذه المرحلة. لضيق الوقت أعتذر منك سيد النعناع، لكل ضيف دقيقة أو دقيقتين على الأكثر. أتحول بسؤالي إلى السيد محمد العقيلي، ماذا نحتاج ربما اليوم لكي نؤسس إلى حوار شامل ينهي الأزمة السياسية الراهنة؟ طبعا سؤال جيد ومحوري، أنا أشكرك عليه. أولا نحتاج إلى حوار بدون شروط مسبقة نهائيا وأبدا. ثانيا سقف هذا الحوار هو يكون الدستور والسياقات الدستورية. نعم هناك خروقات دستورية، منها التوقيتات الدستورية، منها بعض الحالات التي طرأت على الدستور، لكن من الممكن أن تصحح بأن يكون الدستور هو السقف في المطالب، وهو من ينظم العلاقة ما بين الأطراف السياسية
والأطراف السياسية مع المؤسسات الدستورية. القضية الأخرى الالتزام بالمخرجات للحوار والالتزام بما يعني يخرج من المحكمة الاتحادية، لأن المحكمة الاتحادية عندما تكون أمامها شكاية وتعطي قرارها يكون هناك طعن إعلاميا بقرارات المحكمة الاتحادية وتشن حروب هوجاء على المحكمة الاتحادية. القضية الأخرى، ما ممكن أن نحمل مؤسسة القضاء أكثر مما تتحمل، ما ممكن أن نحمل مؤسسة القضاء أكثر ما رسم الدستور لها من مسارات يعني الواجبات وكذلك المستحقات على مجلس القضاء الأعلى. ثالثا، ما ممكن أن نشكك بالشخصيات العراقية أنها سافرت وغادرت وأتت وذهبت وتواطأت، ما ممكن، من قال أنها تواطأت؟ لربما الحراك إلى سين من الأشخاص زيد أو عمر لربما هو البغي منه الإصلاح. طيب اتضحت الصورة في إطار أيضا الإصلاح والحوار والتهدئة، الكتل السياسية لا تريد تعطي هذه المساحة إلى هذا الشخص أو ذاك الشخص، لربما الآن جميع الأطراف هي المستفيدة السياسية من هذا الوضع. طيب، مستفيدة من امتيازاتها في الدولة، من مناصبها، من الفساد، عدم المحاسبة، الجميع لربما مستفيد من هذا التصعيد، لكن الخاسر الشعب العراقي، الخاسر الوطن. طيب شكرا. الخاسر مصالح الناس، الخاسر أنه البلد ذاهب نحو المجهول، لكن هذه الكتل السياسية أمنت مستقبلها، أولادها، مناصبها، سيد حالها، مالها، والآن تتصارع على ما لديها. أعتذر لضيق الوقت سيد العجيلي. إلى صراعات ومساحات اقتتال هي يفترض أن ننأى بها. أعتذر لضيق الوقت سيد محمد العجيلي، أتحول بسؤالي الأخير للسيد علي الفيلي، هل يمكن أن يقود الكرد الآن ويمسك بزمام الأمور للحل والتهدئة بين الطرفين باختصار لو سمحت سيد الفيلي، أم أن تدخلا أمميا ودوليا أصبح أكثر من ضرورة لحل الأزمة الراهنة؟ لا، بالحقيقة الكرد لم يدخروا سعا، وممكن تكون هناك تحركات ومبادرة من قبل فخامة الرئيس مسعود البرزاني والكرد بشكل عام، وإذا استطعنا أن نصل إلى حلول وحوار عراقي هو أفضل من التدخل الأممي، ولكن إذا كان لابد من التدخل الأممي لحل هذه القضايا وحل هذه المعضلة فأيضا التدخل الأممي مرحب به، ولكن الأول هو الحل العراقي مفضل لدى الجميع، وممكن خلال الأيام القليلة المقبلة يكون للكرد أو الأخوة في المكون السني الكريم دورا في تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين فرقاء العملية السياسية. شكرا ضيفي الكريم الباحث في الشأن السياسي محمد النعناع، وأيضا الباحث في الشأن السياسي السيد علي الفيلي، والباحث في الشأن السياسي أيضا محمد العجيلي. شكرا ضيوفي الكرام، تحول وإياكم ابقوا معنا إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى وزميل سيف علي ليوضح لنا المشهد هناك وتوافد المئات ربما من أنصار التيار أمام مجلس القضاء للمطالبة بحل البرلمان. تفضل سيف. نعم، يعني حتى هذه اللحظة توافد أعداد طبعا كبيرة من المتظاهرين إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى هناك أيضا أعداد من المحافظات الجنوبية بدأت تأتي هنا أيضا للاعتصام، وما زالت الخيام تنصب حتى هذه اللحظة، وطبعا مطالب المتظاهرين لا زالت كما هي لم تتغير، وأيضا الإجراءات الأمنية لا زالت طبعا مشددة، وأيضا يعني من أجل طبعا تأمين سلامة المتظاهرين، وقد ربما قد تكون هناك مواقف جديدة للمتظاهرين خلال الساعات المقبلة، نبقى ونترقب لا سيما بسبب كثرة البيانات التي صدرت هذا اليوم. نعم زميلي سيف علي، كنت معنا من أمام مبنى مجلس القضاء، شكرا جزيلا، ونحن نشاهد من خلفك الجموع الحاضرة ربما للاعتصام المفتوح للتيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة أذكر بحل البرلمان. إذا مشاهدينا تغطيتنا مستمرة، مزيدا من الأخبار في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة، إلى اللقاء.